أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت في بعض التفاسير بأن شيخ مدين الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام هو شعيب عليه الصلاة والسلام، ويكون شعيب في ذلك بعد لوط عليه السلام، فما هو الراجح في ذلك؟ لم يثبت هذا، لم يثبت أنه شعيب، وإنما هذا رأي لبعض المفسرين، ولم يثبت أنه شعيب. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرد هذا ويقول إن شعيبا عربي، لغته عربية، وأما موسى عليه السلام فلغته سريانية أو لاتينية، فكيف يكون يعني يتخاطب هو وإياه مع أن اللغة مختلفة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الله لم يقل إنه شعيب، الله لم يقل إنه شعيب، ما ذكر أن هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير أنه شعيب. نعم.